أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، مساء الخير، نهاية أسبوع سعيدة رفقة الأهل والأحباب والأصدقاء، كذلك مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، نرحب بكم من هنا من العاصمة الإسماعيلية مكناس. واليوم مشاهدينا مرة أخرى في هذا البث المباشر قصة مع شابة جميلة اللي كما كتشوفوا معنا اللي كانت مشات للنرويج وتزوجات ومن بعد 10 سنوات ديال الزواج رجعات للبلاد ورجعات للمغرب ودارت صالون ديال المساج التايلاندي. وهذا الشيء كما كتقول علمني الصبر وعلمني ما نستسلمش، وهذا زاد قواني وزاد عطاني طاقة باش نكون اليوم أنا اللي كتشوفوني اليوم على المباشر. هذا الكلام ديال امال. امال مرحبا بك معنا على المباشر. امال مثال الشابه مغربيه والمراه المغربيه المكافحه، كما كنا في واحد الزمان كنشوفوا الام المغربيه اللي كتربي سبعات الاولاد ثمانيات الاولاد بالخبيزه وبالاتاي وبداك الشيء اللي قسم الله. اليوم شاءت الاقدار انه الوقت طورات، الوقت زادت لقدام، ها هي المراه المغربيه الحمد لله كتحقق ذاتها في مجموعه من المجالات، وهذا الشيء كيفرح وكيشرف. كي درتي لها امال؟ كيفاش توصلتي لهذا الشيء من بعد هذه المعاناه؟ كنا غنشوفوك في النرويج ما ترجعيش عندنا هنا، كي درتي لها؟ قربينا من امال شويه. نعم تفضلي. السلام عليكم. كيفاش درت لها؟ نعم. قدر ديال الرحمن. انا كنآمن بشي حاجه سميتها الله. فهمتي؟ كنآمن بشي حاجه سميتها القدر. اي قدر مكتوب لك على الجبين ديالك ضروري كدوزي منه او كدوز منه. كتعيشي ضروري. كيفاش بدات القصه ديال الامل؟ عادي بحال جميع الفتيات. امل واحد الانسانه اللي هي طموحه. بدا واحد الحاجه خصك تعرفها فيا انا، واعوذ بالله من قولي ده انا. والناس الان اللي كتشاهد فيك فوق 2100 ديال الناس اللي كتشوف فيك انا عمرني ما كان اعترف بالهزيمه جامي. هادي ما عنديش في القاموس ديالي. جامي. واخا تدوز عليا واخا ما نعرف شنو، ولكن عندي واحد الثقه بالله ديما. ما كنعترفش بالهزيمه الا الى بغى الله سبحانه وتعالى. يعني انسانه قويه وقويه وقويه بزاف وما كنشكيش. يعني ما كنشكيش. يعني الصعوبات اللي دازت عليك انا الشكوى ديالي مي حتى الدار عارفينها. انا الشكوى ديالي كندير صلايا وكان نسجد الرحمن ونشكي نشكي 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 الله منك الله سبحانه وتعالى ربي. والله تا ربي كيستجب لك. انا عندي تجربة شخصيه. انا عمرني حياتي ما انسى. عمرني ما انسى يعني لطف الرحمن بيا. يعني كاين واحد الحب بيني وبين الخالق ما كيعرفو غير الله بوحدو. خرجتي من المغرب كتابت، جات واحد الرحلة اللي جات عند امال وخرجاتها خارج المغرب واللي كانت غترسم لك حياة اخرى بشكل اخر، احلام وردية كنتي موجدة انه صافي نقدر غنحقق داكشي اللي بغيت. خصوصا راك عارفة النرويج وبلاد المهجر عامة كاين امكانيات كاين كاين كاين. عاودي لنا على التجربة اللي ما لقيتيش فيها داكشي اللي بغيتي واخا انك صبرتي. كاين تجربة مرة انا نبغي نقول لا راجلي من هذا المنبر نبغي نقول له شكرا. شكرا بزاف. شكرا على القساوة ديالك. شكرا على الكذوب. شكرا على الاتهامات الباطلة اللي كنتي كتوجه ليا. شكرا على ديك الكلمه الجارحه اللي كنتي ديما تقول لي انتي خائنه وانتي عندك واحد. عمرني ما ننساها حياتي كامله. تدرك هادشي. انا راجلي صبرت معاه بزاف كفحت معاه
ما كان عندنا حتى شي حاجه والو، عشت مع الفقر في بلاد الناس. وهادشي تقال لك هنا ولا ماشي مشكل؟ غادا نعول عليه ولا كلشي غادا؟ تفاجأت في هذيك الأرض السعيدة، ماشي مشكل، تقدرت مع الوضع ماشي ديالك، ماشي مشكل. اللي كنقولو شكرا على كلشي، شكرا بزاف. سالت 10 سنين رجعت للبنان. هذيك 10 سنين كنت شوية مقطعة بين المغرب وبين النرويج، مي أنا ما كيهمنيش هذيك، يعني مثلا الدولة اللي أنا غادا لها ولا، أنا كان كيهمني بزاف راجلي، راجلي اللي تزوجتو بالنية بصح، فهمتي؟ ماشي تزوجتو لحقاش هو في هذيك الأرض ولا لحقاش، صافي جا القدر ديالي وقلت بسم الله، فهمتي؟ وكافحت معاه رغم أنه ما كان مهم. اكتشفت شي حوايج من بعد، نهار اللي حطتني الطيارة نزلت في هذيك الأرض السعيدة عاد اكتشفت الحقيقة وتصدمت أنه حتى حاجة ما كاين، حتى حاجة، يعني فين كنت عايشة في بلادي معززة مكرمة، ما خصني حتى شي خير، بغيت صباط لقيت فلوس، بغيت أي حاجة في حياتي، عندي فلوسها هنا في البلاد، في بلادي، في المغرب، مع الأسرة ديالك، مع والدي. وأصلا أنا كنت خدامة، يعني كنت خدامة وما ماشي خدامة عادية، يعني كنت خدامة مع ناس يعني بصالير راقي. نعم، واش فهمتي؟ هاد الدومين ايه، مع ناس ما شاء الله. إذا سمحتي في حياتك كاملة اللي هنا، وسمحتي في هذاك البوفوار اللي عايشة، وداك الصاليرات، وداك الرشبة، ما نكذبش عليك، و يعني مشيت عند راجلي، ماشي مشيت لحقاش انا بغيت نمشي لهذيك الارض ولا لا، ما كانش عندي هذه الفكره، صافي راجلي بغيتو وعرفت ظروفه، بعض الظروف عرفتها، يعني مثلا حتى درنا العقد، ياك درنا العقد وابخي قال لي انا ما خدامش. بعد شاءت الأقدار والظروف أنه هاجرت تما، فهمتي؟ سافرت سياحة، حتى شاءت الأقدار وتكشي وربي سهل وربي خدام. غي أنا كنهضر على هذاك المسار اللي دوزت أنا وياه ديال الفقر، واش فهمتي؟ ماشي عيب، ماشي عيب. ولكن اللي بقى فيا الحال هو انه نهار اللي ربي يسر، نهار اللي ربي تقدت الامور وداك الشيء، خرجتي انت من المولد ولا حاجه. انا بغيت نوصل واحد الميساج لواحد الناس، الله يعفو عليهم، والله يعفو عليهم، والله يعفو عليهم. انا كان سبب فراقي، فراق بيني وبين راجلي، هو واحد الفقي، فقي كان مصاحب مع راجلي، كان كيقول له مرتك راه عندها واحد، مرتك كتخرج شواف هذا. ليه لا راجلك كان كيعمر مع الشواف؟ ايوا راك عارف تما كاينه الشوماج وهذا، شي كيجلس مع شي قلت ما يدار، فهمتي؟ يعني انا بغيت نقول لاي واحد ولا اي وحده، فهمتي؟ ما تيقيش كلام العرافات او العرافين او الفقا، اللي مثلا كيمشي كيقول لك انت عند راه راجلك ولا فلان راه عنده وحده، راه مع وحده. انا راجلي هذا هو سبب الدمار اللي بيني وبينه، كاين هذاك الفقي كان كيقول ديما راجلي راه مرتك عندها واحد، راه مرتك كدير، راه مرتك. من هنا بدا الشك، من هنا بدا صداع، من هنا بدا الغوات، من هنا يعني الفقيه هو سبب تلاقي بيني وبين راجلي. وراجلي اصلا هو اصلا مريض شويه في عقله، فهمتي؟ انه مادام غيتيق هذا الشيء وغيكذب مرته فسيدي ليه هنا، يعني غتقولي كما قلتي على حساب قولك، فهذا راه يعني با نورمال. نعم،
هذا المشكل وهذا كما كنقولوا هذه التجربة اللي لها ما لها وعليها ما عليها، ضروري انك استخلصتي منها دروس، خليتي بزاف ديال الامل اللي كانت هنا ومشات ورجعات، ماشي هي امل يعني تبدلات امل، رجعات امل نفس جديد. نقول لك واحد الحاجه، نعم ما نكذبش عليك، يعني الحمد لله صليت بزاف وطلبت الرحمن وربي استجب ليا. كنت ديما انا حياتي كامله كنت كنطمح ندير شي حاجه في حياتي سيرتو هذا الدومين. هذا الدومين قريتي عليه وديبلومي وزعما والحمد لله ناجحه فيه، فهمتي؟ اللي بغيت نقول لك هو زعما الحمد لله يعني حققت ذاتي بذاتي، مازال ما حق... يعني كما كتشوف انا كنخدم عادي سامبل، مازال ما عنديش دوك لي ماتيريال ودوك لي ماشين، انا خدامه بيديا فهمتي. يعني تندير لي ماساج سي دي فري ماساج الشخص، وكنخدم 100% فام كما شفتي عندي هنايا. يعني ما دايرهش سونتر ديالي ما دايرهش ميكست، دونك عندي 100% فام الحمد لله. يعني السيده اللي جات عندي كتدخل فرحانه وكتخرج فرحانه. انا قبل ما نمشي معاك لهذه النقطه، انا كنشوف انه بعض الشابات ولا المراه عامه ان يعني فاش كتوقع لها نقدروا نسميوها انتكاسه في حياتها ولا واحد الفشل، لا المراه لا الراجل، غير باش ما نسميوهش غير على تمشيه باش ما تقوليش تقولي منير قابلني انا، فلا المراه لا الراجل، انه ملي كيوقع لي واحد الاحباط في حياته ولا واحد الخساره ولا فشل، كيفشل في واحد العلاقه ولا في واحد التجاره ولا في واحد العمل، كيتبلوكا كاع ما كيبقاش يقدر يزيد. انت مشيتي بالعكس، انت بالعكس داك الفشل ديالك حولتيه النجاح، يعني ها انت فشلتي في واحد العلاقه اللي كانت علاقه يعني شخصيه. اصلا انا في 2016 كان عندي بروجي نفس البروجي درتو انا والاخت ديالي، وعلاش ما كملتيش؟ هاجرت. ماشي دابا الناس كيبغيو مثلا الشخص اللي مثلا متمكن من هذاك لو سوان ولهذاك الماساج، دونك كيبغيك انتيا صاحبه المشروع، فهمتي؟ واخا كتجيب بنات اخرين وداكشي ما سا مارش با، ما كيقبلوش. سي بور سولا سديت انا كنت حليتو انا والاخت ديالي هنايا في مكناس. ملي رجعتي ديفينيتيفمون رجعتي للبروجي ديالك، اللهم لك الحمد. شكون اللي لقيتي معاه في الفاش ملي رجعتي باش ليكو يعني اللي عاونك، خصوصا انك راجعه رجعتي بعدا رجعتي جبتي معاك ولا جيتي طويله؟ جيت طويله. الله الله اللهم بارك. جيت طويله. فشل ذريع كما كنقولوا ياك. ما نكذبش عليك. ماديو معنوي. جيت طويله. نعم. الحمد لله غير ملي جيتي في صحيحتك وجيتي لوالديك هذاك هو الربح، هذا هو الربح، لانه غير نقول لك واحد الكلمه اختي امال، وهادشي علماتو من الدنيا كلشي كيفوت، حنا اللي كنديروا الفلوس ماشي هي اللي كديرنا. اكزاكتومون. حنا اللي كنديروا البروجيات. لا انا سندوني الاخوان ديالي. نعم. ما نكذبش عليك اخوتي. تحيه لهم. وكنشكر خاصه واحد الاخت ديالي المقيمه باسبانيا. هي اللي ساندتني بزاف وعاونتني والاخوان ديالي. فهمتي؟ دونك والوالده ديالي الله يخليها ليا يا ربي امين. والوالد يعني الحمد لله ساندوني الناس. فهمتي؟ ساندوني ودعموني، واضافه للدوله. اضافه للدوله يعني الحمد لله حتى هما عاونوني. راضيه على مولوني. راضيه على راسك انا امل بزاف. انا بغي نقول لك الاغنيه تاع بلقيس اللي كتقول تعال تشوف كي وليت ارتحيت وزيد ومعاك كنت مظلومه. الله الله ارتحيت. انا ديما كنسمع هاد لا شونسون كتعجبني، كتبرد لك خاطرك، كتقابل سيختو ديك تعال تشوف كي وليت. نعم ارتحيت. الله يستر. الله يستر والله يجيب لي دار خير وبعد اللي في نفسه الخير. الله يسهل عليه دار الخير ليه والناس، فالله يسهل ليه ولهاد البلاد هذه. امين. لما تقولي شكرا اول حاجه قبل ما نقولوا، قبل ما تقولي ما نسمح لك لا دنيا لا اخره، لما تقولي شكرا لله رب العالمين، لا اله الا الله، ولمي بارون ولمي فخير لسيدنا نصره الله
الله يخليه لينا تاج فوق راسنا. سيدنا 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 الله يخليه لينا. نعم اللهم امين. امين يا رب. فملكنا شعبا الشعب والملك هذه علاقه ما يقدر يدخل فيها حتى شي واحد ويعرفها حتى شي واحد. هذه حكمه الله في الارض ديالي. ونبغي نقول لسيدنا عافاك يا سيدنا، راه توحشناك في مكناس. عافاك يا سيدنا زورنا، والله حتى كنبغيوك بزاف. مكناس كيحماقوا عليك، توحشناك يا سيدنا، توحشناك بزاف مكناس. بغينا نشوفوك في مكناس يا سيدنا، بغينا نشوفو مكناس منور منور بيك. توحشنا ديال ساكنه مكناس كلها كتقول ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله، وكنتمنوا الشفاء العاجل لملكنا محمد السادس نصره الله ان شاء الله. شفنا الاطلاله ديال اليوم امس اللي كانت بن سليمان واللي كان فيها مشروع كبير الحمد لله على المستوى الوطني. حسيت انا شخصيا نقولها لك وعلى المباشر، حسيت بحال كورونا مشات ملي شفت سيدنا عزاني رباط القيران وكي يعني وحشناه صراحه. الله يخليه لينا والله يطول لينا في العمر ديالو. اللهم امين. والله وفريمون بصح من قلبي كنقول لسيدنا والله تتوحشناك، توحشنا نشوفك فريمون في مكناس. نعم غنرجع معاك اختي امال وانت الان يعني الحمد لله كي داير يعني كي داير الاقبال على البروجي ديالك الان غنرجع معاك للمستقبل. ما نكذبش عليك دابا مازال خرجتي في اطار المقاولات الصغرى ولا كيفاش درتي؟ مقاولات صغرى طبعا. طبعا من بعد الدراسه اكيد عاونتني الدوله، ما يمكنش انا بوحدي كانش. نعم درت مقاولات صغرى واش فهمتي وساندوني راك عارف دابا كاين بروجي كاين المبادره الملكيه ديال الطاقه. اللهم لك الحمد يا ربي. وهذه فتحت الباب لمجموعه بزاف ديال الناس اللي والله ما درتيش هذا البروجي. شنو كانت غتدير امال دابا؟ نخدم عادي تخدمي في شي بلاصه ما تخدمي مع الناس. ولكن زعما الحمد لله الناس اللي كيعرفوني وداك الشيء راه عارفيني زعما فين كنت اصلا كنت كنخدم وهذا تنخدم شي بلاصه اللي محترمه وفهمتي وعندها ثقافة نتاع هاد الدومين. ما تنخدمش في اي بلاصه. لا اسمح لك. نعم شكون اللي تقول لي ما نسمحش لك؟ راجلي واخا هادشي كامل ما نسمحش ليه، دمر لي حياتي، عمرني ما نسمح ليه شامي. جامي اللي قيسني في شرفي جامي. واخا يعطيني مال الدنيا رسالتك للبنات والشابات ما تثقوش وما تغروش. يجي واحد يقول لك انا في بلاصه الفلان فيني وبلاصه الفلان ما تطمعيش وما تقوليش غندير لي بابي وما تكوني انتي كوني انتي ما تغريش. الزين فايت والعمر فايت ولكن شنو اللي تيبقى؟ انتي واش خاطر في راسك ولا ما درك؟ خلينا من داك التخربيق ديال فهمتي نشوف هذا ولا نشوف ما نافعش. هذاك شري راسك، كوني راسك براسك، كوني انت الا الصحيح، كوني انت كما انت وليس الا الصحيح كما قال. ما تنغريش جامي تنغري. الامنيه ديالك امال الامنيه ديالك الحياه حاليا؟ حاليا هو نزيد في هذا لو بروجي خدمه مع الناس. معايا بنيته ولكن انا تنخدم بيديا. كطرحي تزيدي معاك ناس اخرين؟ علاش لا فهمتي يكون اقبال بزاف. دابا حاليا انا تنخدم سو رونديفو بزاف حاليا يعني تقريبا انك يعني عازله دايره لي فام 100% وكاين واحد شويه ديال الخصوصيه بعدا بالنسبه للنساء. نعم دابا حاليا ما نكذبش عليك يعني عندي واحد دي كليونت اللي فريمون كيقلبوا على شي بلاصه بحال هكا محترمه وكالم وتكون الخدمه. كيما جات واحد السيده قالت لي ما شاء الله عليها وداك الشيء قالت لي كيف كنوريها المحل وداك الشيء قالت لي تبارك الله هادشي كله زوين وهذا ولكن انا جو شارش لاما. سالات معايا فاش قالت لي هاد الهضره دونك منين خدمت ليها وداك الشيء الحمد لله كانت ساتيسفات وخدات معايا ديكور فهمتي. نعم الحمد لله. باقي غنسمعوا امال تزوجات مره اخرى؟
خويا حرام عليك اخويا، دابا الحمامه فاش كتحل القفص وكتقول لها تخرجي تعاود ترجع للقفص؟ ما عرفتش، يقدر يكون شي عرض لي شي حاجه اللي غتبان لك. يعني شوف ما نحدوش هذه الدنيا، ما نقولوش صافي سديتي على راسك، انت باقا صغيره باقا جون باقا يعني الحمد لله عاطيه العين كما كنقولوا، يعني غيتمنى لك اي ولد الناس. وتعالى انا دخلت في تجربه لانه انا ما درتيش وليدات، ما كانش راجلي ما كانش كيولد. فوالا، وانت حتى عندك امنيه، اي بنت اي مراه في الدنيا كتبغي يكون عندها واحد الخلافه ولا تكون عندها اش غادي نقول لك؟ نعمه الامومه كما كنقول. المهم الا كان زواج رقم جوج، الله اللي عارف شنو بغيت. داكشي اللي كاين خليوه للمستقبل مع الله سبحانه وتعالى. التجربه الاولى انا اللي كنت كنطلب الله وشي نقول يا ربي انا بغيت فلان وبغيت دابا لا دابا ما بقيتش نعاود. بقيتيش تعاودي؟ ما نعاودهاش. رسالتك الاخيره للجمهور المغربي والناس اللي كتشاهدك الان على المباشر، خصوصا الناس اللي كيشوفوك الان. رسالتي موجهه للنساء. نعم. كنقول لهم كنتمنى انكم تساندوني وتدعموني بالحضور ديالكم، انكم تزوروا المحل ديالي لو سيلونس بدون ذكر الاسماء. الله يجازيك بخير لانه ما كنديروش اشهار. انا اليوم كنشوفوا معك تجربه حياتيه عاشتها امال ووصلت لهذا لو بروجي اللي كاين دابا، ما كنديروش اشهار. الله يجازيك بخير امال، غير رسالتك للنساء انهم كطلب الدعم، انهم يدعموك يساندوك، وماشي غير يساندوك غير انت، فانا غادي نقدر نقول واحد الرساله اخرى اللي اكثر من هذا الميساج هذا، هو انه نساندو الشباب ذوي المشاريع الصغيره والله بديل. نعم، ما نبقاوش نقزو غير على لي مارك وهذوك، هذوك عندهم المداخيل ديالهم غتدخل من حيث لا تدري. فرصه. نعم. يعني انا كنشدكم تقدروا تعطيوني فرصة، أنا بغيت نبرد ذاتي ونبين مكانتي وشنو قادرة نعطي. يعني اكتشفوا هاد الناس الصغار، اكتشفوهم. نعم، نعاونوا الطاقات اللي بابهم، اكتشفوا المقاولات الصغرى، وهذا توجه ديال المملكة ككل أنها تدعم المقاولات الصغرى والمقاولات الناشئة. المقاولة الصغرى غتولي مقاولة كبرى، وباش بيكم. نعم. بيكم. واش فهمتي؟ دونك حاولوا أنكم تكتشفونا. شكرا لك أمال. يا قناة شوف تي في، أمال شابة من شابات ومثال ونموذج ممكن أنه يحتذى به في الصبر والمثابرة، والله سبحانه وتعالى يحب العبد الملحاح، واللي كيبغي الحاجة ويبقى يبحث كيوصل. اذا ما ندمروش، كاين بزاف ديال الحوايج قدامنا، كاين بزاف ديال لي زاستيوس، كاين بزاف ديال الابواب مفتوحه، غير نبحثوا وراه ما ضاع حق وراءه طالب. شكرا لكم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، كنتمنى نكونوا من خلال هذا اللقاء هذا نعطيو الحمد لله كاينه طاقه ايجابيه اللي كنحس بها في هذا البث المباشر، واللي عطاتها لنا امال كذلك بهذا الروح ديالها. كنتمنوا لها حظ سعيد وبالتوفيق ان شاء الله. مره اخرى كما قالت امال، ندعموا المقاولات الصغرى وندعموا الشباب اللي يلاه بادين، خصوصا فراه ملي كنجيو عنده كنخلقوا عنده واحد شويه ديال الحركه والرواج، راه معنويا كيكون تاثيرها اكثر من المادي. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، كنا معكم من مكناس، نتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم. كان معكم منير مطاوي من هنا.